قبل ما نهضر على أهمية الإفطار لدى الصائم خلال شهر رمضان، كان بغي نوضح أهمية الصيام خلال شهر رمضان. الصيام من غير أنه كيعاون على إزالة الالتهابات اللي عندنا في الجسم ديالنا، وينقص لنا الحساسية، وينقص لنا بزاف تاع الأعراض ديال بزاف الأمراض. كان كيدير واحد الحاجة اللي كتسمى لوتوفاجي. لوتوفاجي اللي هي الجسم تاعنا كيولي كياكل من راسه. فاش الجسم تاعنا كياكل من راسه، كياكل كاع دوك الخلايا وكاع دوك السموم، الخلايا السرطانية والسموم اللي كاينين في الجسم تاعنا، وكيعاود يرجعهم بطريقة صحية. إلا فطرنا بطريقة صحية، وهنا فين كتهم فين كاين أهمية الإفطار خلال شهر رمضان، كنعاونوا الجسم تاعنا أنه يدير هذه العملية ديال الأوتوفاجي بطريقة صحية، وكنوليو كيولي الجسم تاعنا متوازن لا في شهر رمضان لا من بعد شهر رمضان.